kadar kuyma Mahmud Absum Aço. O meclis ne zemure de ile Halik ziyane ira katto. Bana ne iyim bi haca zette Halik ziyane isemel mesmel ne katto. Uzun bi haca zette Halik ziyane. Kam şey zon konu zoye şavri zel haca zine emelle ne zel. Mefra zine mefra rahti yaşına ne zel. Ahad Allah'u Halik ziyane. Kam şey zolim galete ekba elima. Bi her zon fonu nebi Habibullahi Muhammed le. أمتي بيتي بأمسي اللي تحكي حبيب الله محمد لي إني أمسي يقصد من بي الله يكحرنا مرازنا والله يبللنا بلا وبلية والله حق وشفنا إني أودي سنباح محمد بن صبح بلا كل بي الله يكحرنا أفيت في شلمنا بازنا بذل حرب يوم الله قدر ذوبي أتفبنا سلام يرد لنا إلما بحرزم نبي مولود وحري ما بقلت لي إنه ساتاك ذكره به أي ساعة يد الصوت لي يد حفية لي الدنيا لا حالة بدالو إني مسلمات تستي بي وا فحني بي أركض مشاغل بي دل صوت بي نبكي بي حنة نعم فلنفتخر برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بإني نكلت بيدان بلاي يكأني نذال التام أحد جيجو بلوخ نتخيط لذانا يتكأني ما أنقت الدفزال البام الله تعالى أكرمنا أن جعلنا من أتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الله قدره بإكرام عايشين ما إني فلا حبيب الله محمد قومي نتخيط لكت أمسيو عايشين وهو فخر الدنيا وأشرف وأكرم من خلق الله الدنيا كنز كل بي زلاكي درجة بي زالوا حبيب الله محمد انتهوا فقدره صلى الله عليه وسلم العالي ومقداره الرفيع لن ينال منه حاسد أو كافر أو سخيف يا رسول الله محمد لذلك درجعه أن أنت إزاي الدنيا بدل حاسد تاجرم عايز يبي يكور لي فرقمه أي كافر حبيب الله تنزل تاجرم عايز يبي كان لي فرقمه إجمالا والأنبياء جملة وجد لهم أعداء ومبغضين في حياتهم وبعد مماتهم دمهم بي الله ذكفر الأنبياء أزوك صدو عدو زخان لاش بش بش النعرو رسول الله موسى أزعز عشاج رسول الله عيسى قوم زيو أزعز عشاج رسول الله زكريا ظلم بزقدلاج رسول الله ولد زيو سيدنا يحيى ظلم بزقوراج ظالماش انتهي أزوك صدو رسول الله محمد بيم قوم زيو بزوزو أحلاي سيو بزوزو إذا رأي سيبه ذوذب أدوه زخاني ما أزعز أشياء شم نارو رسول الله محمد دي حرد إذا رأيش ناريو عباس وا حمزة أور محجيجة مسلم نتبه وا دفاع حبيب الله محمد كلاش وزنبر وناقاش انتيو أزو قصو قصو كافراش نارو أحزوخ زلايلي وعدو رسول الله زخانة إذير زيو شكيك إذير زيو أبا لهب سامزوم أزوك وسوزو شيطان وقلت خيتلتي أبو سي وقلت خيتلتي رسول الله اللي عدو دخل تنتهي وقت انت سيدنا علي أوزيو أبا طالب كافرنت بيموت مام رسول الله فصمو عدوي أنا روم طيب ولكن الله إذا رفع قدر مخلوق لم يستطع العالم أن ينقصه من قدره لأن الله تعالى هو الخافض الرافع المعز المذل الله ذو شومي وقافي أحد أسؤم يارداليه فرقبين الله هما ذي ستعي وستعوتو يكوت بشي لما يقر يكوتو يمرتب هذا العلم درجة ستعي وتاقرم درجة ذو يمرتب هذا العلم أزوكو سوزوزو أنبياءنات لي يسجل زي ملحي وقافي عيسو الزو تنكيس عشري فرق ذا المخلوق دشي بإيلم باللي
ستيو الله تعالى بيدا. ولكن الله إذا رفع القدر مخلوق لم يستطع العالم أن ينقصه من قدره، لأن الله تعالى نعم هو الخافض والرافع والمعز المذل. فلقد جعل الله أعلى الخلق مرتبة وشرف أنبياءه صلوات الله عليهم أجمعين. كون زوب خلق مخلوق هاي زوب أنبياءه الله ذكره أنبياءه دمم زوب ملوح ملوحات مخلوق ذو كله ملوحات انتهيو. الله ذي قفره أنبياء الدمونزو بكلاوكو يا حرد ألف انتهيو. حبيب الله محمد حديث في زي ما دون أقول إيه بكلاوكو يا حرد ألف ذي قفره ياش دشي بذي خلق يوم مخلوقات كله ملوحات انتهيو. زي جستو بيكو يا حمستو زي القرآن بتكيكلو على عيسو بتكيكلو. طيب ما ومحمد صلى الله عليه وسلم عاوزين عذاب بيقال من لدن آدم عليه السلام إلى محمد مرورا بموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام هي أعلى درجة ستعيش مخلوق أي صوفي أنبياء سنتي هو أتدى. ومحمد صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وشرف قدره وأخبر أن مبغضه أبتر مقطوع الخير والبركة. رسول الله محمد أنبياء كل بي لكي درجة زي ملاحي وتاء الله سبحانه وتعالى. رسول الله محمد يتأذى بركة ذليل بانتا أبعد. ولقد كرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا بأن جعل النبوة في البشر ومن البشر فقط. الله سبحانه وتعالى زي خلق يوم مخلوقات فضل زال مخلوقات أنبياء شيء أنبياء شو نبي نتبي ملحيه نبي نتبي مزي ملحيه لبيت يا بشر به لغز ومزو بعرض بيو بعدي ده. واصطفى منهم من خصه بالنبوة والرسالة يبين بعد زي النبي ما شيء ورسول ذا شيء حلو. واصطفى من أولئك أفضلهم نبينا محمد ابن عبد الله صفوة بن هاشم. بعد من بذلك درجة بيتملحوا رسول الله محمد بن هاشم به. وهاشم خيار قريش أشرف قبائل العرب. بن هاشم أش قريش قبيلة بذلك درجة بذلك ما ملوح ملوح هاشم تيو الله زملي هاشم تيو. وهاشم خيار قريش أشرف قبائل العرب اختاره الله لهذه الأمة لهدايتها إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم. بني هاشم شو اللهم لحيهما رسول الله محمد شني الزوب وتعوه بعتدا من لي أمته صراط المستقيم بمكنانات مستلي حبيب الله محمد وقضت خيتله. فكانت حياته عليه الصلاة والسلام عبادة وشكر لله ودعوة وحلما وابتلاء وصبرا وتعليما للجاهل وإرشاد للناس. حبيب الله حبيب الله محمد سيرة زيبين لم دازانا إذا شبه إسانه الله لقلت مقبع به الله لعبادة به متقزب به دعوة موجبة حليم مخنبة صبرين مخنبة جاهلهم بيقوت بسليمدو سابدد أمتهم مكنانة كلسة حلف زاشو وناقب ديو وشفقة عليهم ونشرا لعقيدة المسلمين التي سبقت إليها إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسول الله محمد أمسي بشفيق زيتيو رحمة بزيح زيتيو عقيدة صافي زيتيو أمته متليمت بي أخبيكت على أنبياء أمسي زيتيو لما دو قصد
رسول الله محمد فرد نبي أمة سيوتلي مدو بعتدا فما من خير إلا دل الأمة عليه صلوات الله وسلامه عليه خير يلو ذاشي كله أمة سيولي مقنعناتي للست بحلف على يوم وما من شر إلا حذرها عنه جزاه الله عنا خير الجزاء رسول الله محمد ذال شر لبيم أم السيود كيرا حكود ذلت لي مدو بعلف على يوم قضى صلى الله عليه وسلم زمن رسالته يدعو للتوحيد الله وأن لا يشرك به شيئا وللعبادة لله الواحد الذي لا يحتاج للخالق أمسي لمقناناتي مستوي علم ذا شبهت لي مدو أحد الله بلا أرس زكتو عبادة موشة ذي بكنت تليم دوانا قنتيو أن يعبد الله بأن يعتقد أن الله تعالى هو الرب المعبود الذي يستحق العبادة الله سبحانه وتعالى متي لتجزو لولي يغذنته أمسيو أتليم دو رسول الله محمد حبيب الله محمد يوزت لامدو ساعة رحمة المثل ماكسيمم رحمة المسيح لكي لا رأو ده يا رسول الله محمد رحيم انتيو رسول الله محمد صبرني انتيو صبر زيو فزبي فزبي ما حييج انت باكين ده صبري موشبي أمسيو ذات لامدو وناك انتيو رحيم انتيو خالقو نوكي من للجزائي كنت زي مريوم نوكي من التيمر كنت ذات ليمدو نوالاك حبيب الله محمد انتيو الله بي كم زينا بحاجة لخنزانات التزوخ مخلوق زو دمم بحاجة زي خنتم ذات ليمدو نوالاك انتيو الله الصمد بايا ذات بكاك خالق مخلوق ذو بحاجة ذي خون خالق مخنزو ذات ليمدو نواناك انت الله واحد الأحد زتانت الصمد زتانت لا يحتاج لا للملائكة ولا للعرش ولا للسماء بل الله تعالى هو خالق الكل وهو لا يحتاج للكل بل الكل محتاج إلى الله تعالى كل شيء زي خلق خالق التزوخ لكن أحد زي خلق يبيب حاجة ذات تنسو زردون وانا قلتين حارب الوثنيين الذين يعبدون المخلوقات صلبوا عبادة عيسى لا يشوز اتماحته تشتبك لا واسبينا وحمستي صلبك مكة شرتي بي بعد ذو تمر بيك لشيخلو زرع بيوزا زو بيك البلو القبقو مخالك انتيلو ما زو عبادة عيسي زنارو الله القرآن زهرد بآياتك الكرو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كالكرو بيو الزو سنو أو الزو صلماتو زد مامسو وناك انتيلو ودعا لعبادة الله الواحد الذي لا يشبه الخلق مسألة لخالق كل ذو عبادة عشقت زعتفه مسلمة وناق التيوم رسول الله محمد ثم بعدها نزلت عليه الأحكام من صلاة وصيام وحج ونحوه طا
توحيد واسراء شيش تعمت في مكة ريست لي مدو بحر لا إله إلا الله بلو فلاح تغني عقوباتي بس لي مدو بحر زو بحر مصومن وات لي مدو بس قد وات لي مدو حجي وات لي مدو صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من لم يستجب له في هذا الدين ويؤمن بالله ورسوله خلده الله في النار وحرم الجنة عليه لغزي بزي سماء ما دين بذل بو أخانقر زي أبد إساد بيتسانتهم لاستنكك وناقل تيو افتتح رسالته بكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد والتنزيه والكلمة التي فيها إثبات الألوهية لله ونفيها عن ما سوى الله تعالى وقام يجهر ويصدع بها في مكة قائلا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا مكة سنوات في مكة يدعو الناس لتوحيد الله تعالى افتتاح دعوة زي قلبه لا إله إلا الله بإيمانه به التأور كلمة ذات لي مدن به شاينا بدال أبو حايسنا بها أحد انتنا مصر بحزال وأبو حايسنا بها أحد انتنا ساوز أمريكا بدال أشبه التكلمة بأمنت ذال أشبه أحد انتنا شرق وغرب بإندونيسيا بإيروبا بكل تايب مسلم لي باسبورت بحلف أحد نتكلاسنا نتابك بذان أنت الله يجزاك هي كلمة إيمان وما مصيبة بيباي ونجاته جاخوي يكون كلاي ومكة بي أما تاج تقريبا إلى وصل عشيش تمت صلاة بيكت صوم بيكت هيو أتلي مدو وبيتين دا ولا نحيط بشمائله صلى الله عليه وسلم لكن غيظ من فيض على بعض خصاله وشمائله صلى الله عليه وسلم فقد كان كثير التعبد لله سير زيمان بشبش ذكر الكلام بيز كتب ليو بجيه مؤرخات سما رايز مو شبيت كشدو لك النقر بجيه عبادة بس حزنار وانا قلتو قام بالطاعة والعبادة خير قيام عبادة لطاعة من المد خشوقر مزقدو أكزو بخشوقر خالقو أكزو بعبادة موش زي خشري حبيب الله محمد مدرسة بي المد سير زي بي المد خاشع لله يصلي في الليل والنهار وارتوى منته الله فرزته النبي بل قدم ذات ليمدنا وناقنته ولسانه لا يفتر عن ذكر الله قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم إمام مسلم زقازنا نبي إن عائشة فقال نبي سامزيو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كل أحوال زبه الله ذكر وشبه الرأس يرد النروي وقال ابن عمر إن كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رسول الله محمد صحابي زيتيو سيدنا عمر ولد سيدنا عبد الله بايو رسول الله بأحزاننا بمجلس بي إلى وبقنا قرم أذكار عيشو ذنان ما بينا بي ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنك التواب الرحيم ينو من ناشم سننا الروي بيو معنا زو بيقول نحليت وهو المغفور له ولكن شكرا وتعبدا لله أزي إمام علوف زايام كليك الزاتهم غافر الذنب وقابل التوب لدى خالق أو في ذا شلي ونبي أزي استغفار موش أزي درجة لعيبة درجة يدبل ليه الواجب دلحي حالي وما دلحي ما حتم لي أن تام استغفار زي درجة لانتهى واجب ده ما شكرا وتعبد لله الله اللي قالت مقبل زي ده ما يحب الصلاة ويوصي بها ويعظم شأنها قال أنس كانت آخر وصية النبي حين موته الصلاة وما ملكت أيمانكم
رسول الله محمد صلاة فزبي والدناروي آخر وصية يوم صلاة صلاة حية صلاة حية قافنات بتعيخوا بذلك أول ما بنارتك الله حي عادل قنوي بيت بآخر مستيسا وصية ياشو بنار النروي وكان يقين بالله عظيم موقن بأن العالم كله يجري بمشيئة الله وعلمه وتقديره فكان يكثر من قول قدر الله وما شاء الله فعل وعلم بناته أن يقلن كل يوم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يكين زيو خالق بكت الناروي صلى الله عليه وسلم أحد يام ناب من سلي لفو تحيبي شلم بايوما سيف زيو لفو لايبي تلتلاشو أحد عربي جي جمع أزو سيفو نسامة عن قصي بي لحدما من يمنعك مني يا محمد بايو كم برسك السي الفرعون فورا حالا استحضار موشبه الله بايو ما انت عم بختري مغزال أخواتي سيف إن قد خابر حدخب بايو ومزايو سا كشو من فرعون الله زايو سا ييك الله زايو سا لفضل الجلال السم عدمة الله ومكيك المهزيزة شوزة أبا بي دنباج بي سيف زودك بي سيف نسوه ما حجيث بي أنقصه بي لحده وزوم من يمنعك مني يا أعرابي ها أعرابو ما أنت خيخة لبخال بي شر سركم ستانس وتناوتا عفوتك عوفي وشو لنباية ما دنباج بي زنساسا رحيم زي تيو نبي رحيم زي تيو نبي رحمتا شلو رحمتها شلو وزبح لي أبا ولله الحمد إسلام دين ببوعة من لي معاملة ما فز به حكمة زالة وقبه معاملة ذا شلو وزكتا والداي سيواتلين دي النروي قعتاي سيواتلين من الله زايب لا يخلو من الوي يلي أخشي حاشمو كتاب زيوبي فتح الرحمن بي إني أبادرها ريج الله قوم زالك إناش كله جيسو قاربي قاسيو زبورو دمو ستو ساعة هدية زوبح يسو زيشان وفتح الرحمن ياشو ما هدية يستعو لحلاج من لي ما نازو بش بش حل بزو كتاب بحلاج تكشو دون هكيك للأخو يي موضوع بحيدي سال رسول الله يزايو حديث بحيدي سال أزوي من حلوة فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا مشهد ميرك مولاك المهيمن إنه يراك لا تكثر همك ما قدر يكون هم خاوة أبزح الله زي يخون وما ببايسنا بلاحظي تياش عالمتي تياش توحيد بح ذكر زوم ذكاتراج فكرك واختيارك حسب خاوي مرحيي راح تلاقي حرب حتى قوي أن حس في بيتي التام أن ملح بيتي التام at the end of the day الله زايوتنا ملحانا الله زايوتنا إشانا إحساس بقى ذا شيء الله توفيقه شوي ذا بعلق لم ولو كيف قول ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق وقدر كل شيء بحق يا قلبي يا قلبي تنبى واترك المجون همي خاوة أبزح الله زاي يخون لم ولو من اللي يخد خانة تلوي ولو خانة قرزومة تلوي وكيف ممكن بيشي خانة تلوي خانة بحلي خانة وي إي باي وما وندل باقي ما أدقى كتبه وما انتاوي باي وما بلتشو قاربي فلان قاريد وراح خيمة العمد خيمة نسخ خيوي أزاء خانة أشتغرب وهذه كتبه وما انتاوي سبب خانشي بالزو بلي شكار بحارشي ما تلامشة ما نسشة الزو قدافة بلي شكار زن حرزو يشي يولدي بع قدافة تلام النام أتيوي وخاط خانشي كتب لي الكيسي كتب لي الكيسي ما سنة برخو تلاخو تبوردوي كتبه ومانتاوي كتبه ومانتاوي كتبه ومانتاوي باي ومانتاوي أي رخبتي تترخبه بحر الله ذي كتبه وكتبه زاي كنت بس خانته كوت ما تمسه علاج كوت ما تمسه علاج قلبي سكنة قلبي سكنة حرار بي سلطان
ديبريشن بيهاجر قلبي طمأنينة يا جيال بس كنت يا جيال ميت لي قلبي حد بتيجي بتجوهر متكابل اي فاكتب نتبي طوافع شيخ قرم بلد بريجر بلو دابيتي بلو اتش اي في بلو سكر بلو ترسو بلو وزن نتو بلو كانسر بلو يو نيم بايو ما انت يترخبه داروين سترخبه بحل تاقرا فإذا مردت فهو يشفين أموز القروب يدحي وإذا لالله انت بلوي كتش مكتوب انت خلاص ديلي الله سبحانه وتعالى زلاي وشي يخن ذا الشيء لم رسول الله محمد ركامة لمدنة وكان صلى الله عليه وسلم على يقينا أن كلام الله فيه شفاء إذا مرض يرقي نفسه بكلام الله قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث أي ينفخ بهواء بفمه بعد القراءة معظما للرسل من قبله دبوس يسام قرآن بي وننزل بالقرآن ما هو الشفاء قرآن شفاء انت دوس شفاء انت بنص القرآن بدك هيك الأحلاج دونت حالة دوس اي بلوء صافي سكر زلال بدوسه بلوء ايام بي دابتي من حلم انت بزاقاي دكتور خبع كونسلتو شوان دكتور التيوم لكن اخ حبيب الله محمد تعليم زيبي حتفان دوس افيت حلا سكر بح شاحي بس شاء التالي دوس بح سيشو فايدة حلا فايدة حلا قرآن بيدد كي قال اللي بايتي بايتي دحلاج ما دوس شفاء انت قرآن اعظم شفاء انت فرسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لموسى يسابا يؤنا عائشة روح زي روك عائشة ناروي قرآن مكرم بي من كتبه كم يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم مثلا قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تبعلك إلوما كويت إما شخص هي رقية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قرآن به رقية أشبوذال هي النبي تهابا عليه أفضل الصلاة والسلام إنيات إكستريم نليتي ما رسول الله محمد نور بذي تخلق أنت يمن لمينا نور سحزو إكستريم نليتي ما مولودا الكتاب إن الله قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا إذا لا تحلو This is extreme يو زي سبيو مستشرق زي تعبى بروكلين زيو جرمان زي تعوسو الزون تا أبي الفرج كتاب زي يستوبي مولد العروس إذا الكتاب بي إكستريمس ألا من زي دبلا بيو بعدين رسول الله محمد آوي اليومي سيرة منكم هنا أو زي عبد الله يتيومي رسول الله لي آي إلهمي نقدر نسير أبي آي زو إن آي عمين أتيبي يعني ممكن بنور بخلقه إلى إلهمي الواحد يهتا لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فرسول الله محمد too much شرعي بدأ بكتبه اكزاجريت موشه بزت شيء صيام يصير الله فالس يوم تبورد القران ببايه وانك لعلى خلق عظيم اعلى درجه خلق عظيم ذا لي حبيب الله محمد انت القران بذا النص به ما فالس ليقذ الكيس كي كذا بيت عزوه ما تبيك اتكيشا الناج وابيك نفذ البرجين كتبين
رسول الله محمد عبادة يايسا المسلم سؤالهم نبي مولود مقدر يتعلو ذال كأنه واتي حديث ذال التابع يقلوما رسول الله محمد نصاراج نبي عيسى اكزاجريت عشمو الله ودي زود ذال قد أنا أزوكو يتوش من بايتي إلوما مولود تقدرو أوكي عزيز الحدو يشي بركة لما تلحدو يشركي انت قبل زيارة حولو شركي انت إذا الحاسة هي شيطان شخشخ زايشاش إبليس أردوج مخنبي وقود سخيتر دارج وهابيش أمنت بلاي رسول الله يكوتا ألت لي مدوم ماش تفريتو ميلوم إكستريم مالتا ميلوم دين بذي جبهم كاجبهم نلتو مينا بايتا We are the people of balance رسول الله محمد نبي عيسى يدالو رسول الله عيسى ونبي محمد ما بينه بزنارة قب إلى وسيد السبق لا متاك رسول الله يبايو أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي أو نبي عيسى وبينه بعلى نبي ألوم بايو آخر نبي رسول الله محمد انتبه. رسول الله عيسى ونبي الله موسى رسول الله محمد ما بينه بي تقريبا إلى وسيد السبق لا متاك قب في النار أبايدا يدعو كل أحد إلى هذا الدين ولو كان المدعو صغيرا أو امرأة أو ذو جاه أو مسكين يحب المساكين يتودد إليهم رسول الله محمد تعوزيو سكلوسف لإليت قريش إليت أو قدير ساتة السالات لمتعب تام ويزولم قدير زولم كم زولم إيكوالي دعوزيو عاش النار ومعتيدا مسكيناش بهم سوشيال بروتوكول مكيراه بي مسكيناش بعه أن بحلو ليفر بحلو مسكيناش انتو زيش بعه تلاكتو ليخم على يوم يتلاكت النار يليم دعا يسوي ما بينا بمن النار اللهم احييني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين معناه أي المتواضعين متواضع مخنزي برسول الله محمد حياته مسكين وشنوي بعيتي متواضع وشنوي متكبرة وشنوي زار يوما رسول الله محمد غلاما يهوديا مريضا فقعد عند رأسه وقال له أسلم فأسلم الغلام رواه البخاري فلعشان موت بزنار أحد يهودي يودي حناس جيزو بمحيزو بتجيبنه ما زيارة ساشو بحر اسلام ببؤ بايو الله خشى ليوما يهود استودي اسلام دين ببؤ بايو إمام بخاري كيكرر وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع للصغير ويلاطفه ويكرم ذي المشيبة ويوقرهم رسول الله محمد ويجبحهم ملاطفة لا شيء فكر النار يديراشوم أزوكو سوزو رسبكتي عشي النارو يتلطف بتعليم صحابته ويحثهم على فعل الخير والبر والإحسان ويدعو الناس إلى دين الله فيقول لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم صحابي سيوخ ستعي دد وملاطف زيو ومعامل زيو بدد النار بإخلاص النار عندي أمر رسول الله إزيرزي ولد سيدنا علي وزعة أبو سابا يوما إنكرج ذا شيسا يا علي يوبا يو يجي خابي السبب خاخي ما حدث الدين إسلام ببوغر فز ببرشز زي تقاملة حال خير النعم ذا الزو بصدقة تستعداه بحلف أحدث سبب خابي إسلام دين ببوغر قدير صواب يتريخ بالأخاخ يتريخ بالأخذار انتابا يوما إيما دو لا يعنف ولا يتكبر بل صدره منشرح لكل أحد صلى الله عليه وسلم وكان حسن الأخلاق ليس بفاحشة في الألفاظ وحياؤه أشد من العذراء في خدرها صلى الله محمد سيرة بلند ذلا عفيف النار بكاك النار متكبر النار وزلزقح النار كل ذبحهم أخلاق زي فز بأور النار فز بحياء بجيح النار
يدو عفيفة بيضاء طاهرة لم يضرب به أحد في حياته. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما. رسول الله محمد اجي زيز بطاهر زيتا صلى الله عليه وسلم سام زي هنا خدي هنا عائشة زي كيبوسا أحد إذا وشم أحد قافا أحد يوم إيزي بيها المحطون بغير وجي إسليف تحيدو بحق قرى بطران دي توسو أو دلاقي تحيدو بدموزو يكبل لازال تحيدو بحق قرى كأنه امتلاك هاشامة ملك زو كتب تريت أشهاد والعياذ بالله تعالى رحمة بالله هي مناسبة بكتب أشهاد أخ بجي عصا شوم زلام ينس بكتب أشهاد أخ بعد بدعار خمسة مثلا خادماي سنا جيبي دردوبي ادسايب دالو وندقاش مثلا فجري بميقل صبح كل زو بكت حفل ذلك الزياج التالي فابق معك سكس اكبر سو إلى قرامو شبه من بيهي يقولوا ما سبح اللي محاو معتب عرازو معتب لا ولا كنقر يقولوا ما لا كان يتسبيلوا ما بسم الله بي حتحيتوا ما سبح اللي مغرب سبح اللي إشاء قارزو كل زنيا بعلم آخر ذلك الزياج التالي بالله عليكم برحمة إلومي ماشين انتو سوزة إين زيرو 5 o'clock, 6 o'clock, they have Zayu. They should tell for the Nagas, Quadalfista, the most settled early. The canon of goods, the canon of the first could be Masha Medina. This is the fair altam. You had the mice in a name, Rahmat Nura, your soul, Laya Muhammad, Sira, Sira, Limda, than a zone tava, and the Halak. رسول الله محمد جهاد زيوبي ذا شو سا فلان روم صلى الله عليه وسلم ولم ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما رحيم انتيو صلى الله عليه وسلم صبرين انتيو صلى الله عليه وسلم زي لما يزبور ده بحرقرة أو في أشلو حد أو في أشلو حد كوشي أتمالح ويقرم إليح ميزو يمنح النار صلى الله عليه وسلم يقول له لقيق لهذا نصير زيو implement موشة بي apply موشة بي روح زينا بي apply موشة حربنا أعشي أتمالح ويقرم دي الحيو الباقرة مملح زال بلا لحم زي تما أتينا بالقول انت مخنا زال بابا انت سير زوين أم لذاني انتهى بعد عليه الصلاة والسلام طلق الوجه ليس بالعبوس في سيوز كفافة لما زي شماتة ذاتب نركض بزفيرين أنت عليه أفضل الصلاة والسلام واصل لرحمه أحلى سيبح صلة الرحم بعد فز بأمان به يتبقى النار انتهى صادق في حديثه الراس يسانو ذا نتنك بتحلو انتهى قاضي لحوائج المكروبين زيتشينك وسو كل حاجة زو رسول الله إذا يجيجو ما يفتح اليحود إن يا خديجة ذي فالس وسا رسول الله محمد سير زيو بي لمدى ذلكت إنك لا تصل الرحم أحل عجخو أو تريج تشاخو بايو وتصدق الحديث تسنو ذاخو سنان نتيج بتحلون تبايو وتحمل الكل كل أزاو تطرزاخو انتخو بايو وتكسب المعدوم unreachable زيتهم أو تريد كلاشخو الفاشخو تتكبزا خنت خباتيو صلى الله عليه وسلم وتقر الضيف نقدعو أركض بي تقدر زا خنت خباتيو صلى الله عليه وسلم وتعين على نوائب الحق حكشي كل بي قرقارة تايسا خنت خباتي بي ذكرت له النازلة إن عائشة وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويحث على حسن جواره وإكرامه قال لي أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وسيئ لذنار حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام جارايسيو كل يوم يتفق الصحابة لمثل مدبي
عدم أبادر اللي حتى بيو سابايو حنقول زي خسا مركو مني أزايدي بابايو من اللي جار خاب عم شير تاشكوت لي بايو على حد يسلفن بايو ليس منا من بات وجاره جيعان بايو جار خام عيقا بذل كذا رحب بإسان كها كرسخة ملخ من يخير حبيب الله محمد سنة وزيد خيط الخير تخم كافر انتخ بايتي التام إسلام دي متوتخ بايتي التام لكنه إيمان زو كمول زلت أسو مخنزو روحا بيت كيف خي بايتي التام ما جاري سنبح لتابقي إدخي شرحان يزي لمني رسول الله يسير زي بيدا رقيق القلب قلب زفز برقيق ديو رحمة بجيح ديو رفيق بما تحته وصفه الله تعالى بالرؤوف الرحيم رسول الله محمد الله قرآن به رؤوف الرحيم بايه وفالسه خدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط وقال لشيء صنعه لما صنعت ولا ألا صنعت سيدنا أنس رسول الله أسرمت لخادمه به أحد يام أف من اللي يشيشخي من كتبي باخي من باجوما الزجرهم ووجي زمان بيتكش عشيت خادمة جاكت زجرحون من تيها من اللي عشخي من اللي عنفي بي رسول الله محمد يقتل نارهم صلى الله عليه وسلم رحيم بالضعفاء والمرضى حتى أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم فز برحيم زيت النبي صلاة سيد زال الإمام شوف كتب موشبة يا موسى زال السحل ضعيف زيت السحل شفك أي نبر خوما أتجوزر بيوي بايتي بذي حتفو حبيب الله رحيم زيت النبي انتي صلى الله عليه وسلم رؤوف من ناس شديد الحلم كثير البذل والعطاء ولا يرد سائلا ولا محتاجا وقال حكيم بن حزام سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني متفق عليه حكيم بن حزام ذا صاحبي جواد رسول الله سخي نفسي ومكيببي تقصكم عدي ما تحبر خيوبا ستيو كل تانجر تحبر ستيو شش تانجر أوجي زمان بي عدقر تحبر يقول أوكي كل تانجر تحبر يقول يفيد مختلف له شش تانجر تحبر يقول أنا زولي بيتي زولي دلقا بعلو كوبي دي شخوني مزلع أما نتميل با أو قستاد بحال زو يقول حال دينا مخلق البام رسول الله يسير ويتخيط الزر فرخ يقرأ أوجي ستيق ست بجيب ستيق تحيبرا يقرأ ست مستعبي مالخي قبلو بيت صدقة الجارية بيبي بولي فركة نية خا كتبه بالله تعالى مستعبي بيت ده ما سخي نخونية غشال واسع جودي جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين ورأى رجلا عليه بردة جديدة فقال أكسنيها ما أحسنها فأعطاها إياه رواه البخاري قصر يا جماعة بينا بيعزو دوتو قصيو دو ستو ألايزو وتحيبريو ستو سبحان الله أحزوخ برد إراز حجيس لبوس النارو أقوم سبيو ما ألبسن بايو أقوم سبيو إذا لبسخ ألبسن بايو رسول الله إذا لبسو آجوما ألبسو صلى الله عليه وسلم طيب مطيب فخم مفخما لا يأكل إلا حلالا يجل صحابته يعظم مكانتهم وإذا مرض أحدهم عاده وحزن لمصابه وفرح لفرحهم رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ناتشرالي اما سوت مزال النبي انت اجزي ولدي ويج ولدي نكي وقرا الزوز نكي واتاي سوت نزو حبك اتربي حلو في سوشال تحت ابا جروم من با جروم زي كفرت ومع انه زوك السكادو في موشه الكحول دليله اعتر موشا سنة أنت ما أزيم يدو ذا الشيء أنت صلى الله عليه وسلم صحابة يسيو فزبي يدعو الفزبي
افتقد الشيعون، ميت افتقد، أموس يقول زيارة الشيعون، تتعلي يقول رقاء الشيعون، تستزيلة تسلي عون، كف تزيلة كف العون، أحد يام سعد بن عبادة زايو، أموس يقول زيارة الشيعون، فبكى وفي مع صحابته لم ينسى فضلهم وإيثارهم. زيارة زاي شيوسا رسول الله سعد بن عبادة بكوا رسول الله الزيون لزيارة زيجلة دادي دبلان أبو أحخاد زيارة موشى زموسى يوسا وفي صحابتي لم ينسى فضلهم وإيثارهم. آخر يوم صعد فيه المنبر قال أوصيكم بالأنصار فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. من برلايبي أسلم مكة بزجيجوا من مهاجرين خانوا أسرار يوسى أيه أنصارا شومت بيكو يتشنك سازجيجوا من زكو سكيبر وخاش فضل زيو مرسى أحد السوء ولا تنسون فضل بينكم بايت بهم كتبت شنزان ولا تنسوا الفضل بينكم عزوا معروف زي شريف فضلي مرسائل بام وحفظ لزوجتي لخديجة مواقفة العظيمة الشجاعة وبدلها السخي لنصرة الدعوة إنها خديجة ورسول الله محمد تنسوا موقفات كله ونقنت به شجاعة به سخنت به she was powerful business woman محلكو دعوة لنكوء برسول الله يتخشوا الدعوة لي. لنصرة الدعوة فضل زيو الرسوم وكان يذكرها بالخير حتى بعد وفاتها. ابن اسموت بحلم إن خديجة وخيري بكل النار ويصل أقربائها ويحسن إلى صديقاتها ويكرم صديقاتها بالبر والصلة. إن خديجة جيلايسيو أهلايسيو ابن إن خديجة اسموت بحلم أركض بمكيك البي أركض بيتابكما بالقارة موشبين بتحبر بهم تفقد ياشو النار صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد أحد يامم سج كفز التيشي وسحباش بهم تستبل إن شاء الله تعالى جي ساتفهم سيرة زيو نتخذ ديما زرزور بالحجية دار هنا إن شاء الله.